انا رايح عند الاستاذ سالي مطر. طب خد معايا اركب. مساء الخير عليكم. النهارده معانا الترند اللي قالب السوشيال ميديا، ترند انت عايز حد بترتاح له مش بترتاح له. معانا النهارده وليد ونعمه، اهلا وسهلا بيكم. اهلا بحضرتك. انتوا قلبين الدنيا كلها على السوشيال ميديا، بقالكم اكتر من اسبوع او اسبوعين. انا في البدايه كده بس عايزه اعرف انتوا ايه علاقتكم ببعض، يعني انتوا مرتبطين، متجوزين، مخطوبين، ولا انتوا صحاب وبتعملوا فيديوهات مع بعض؟ لا، نعمه اكتر من اختي وصاحبتي ومتربين مع بعضينا، منطقه واحده كمان يعني. طب امتى جات لكم الفكره انتوا تعملوا مع بعض في فيديوهات؟ هي الفكره جت كده، كنت انا قاعده وكده قدام الباب بس أنا في الحاره من زمان. اه فهي كانت قاعده، قال لي قومي يا نعمه تعالي معانا. قلت تعالى، جاب بقى كده. فقلت لها تيجي تمثلي معايا، قالت لي خلاص ماشي. خدتها معايا في اول فيديو، لقيته قام واخد اكتر من بتاعي 300,000 او 400,000، فحبت الموضوع معايا بقى. قلت لها خلاص هتكملي معايا يعني؟ قالت لي. قمت واخدها ايه، واخدها في كام فيديو معايا، بقت الفيديوهات بسم الله ما شاء الله بقى جت مع الناس يعني، والناس قبلتنا وكده. ده فيديو غير اللي هو انت عايز حد ترتاح له، غير اللي هو الترند اللي هو قلب الدنيا ده. طيب قولي لي يا نعمه، انت فاهمه معنى الجمله ولا انت اتلخبطتي؟ يعني هي كانت جمله تانية ولا انت قصده ده؟ لا، يا جت كده معايا. صاحبتك حد بترتاح له؟ يعني انتوا اصلا انتوا بتكتبوا سيناريو، يعني بتكتبوا الكلام ولا انتوا كده ارتجالي يعني بترتجلوا؟ لا، من دماغتنا كده على طول. يعني ده مش مشهد؟ الكلمه ديت اول ما جت في دماغي اللي هي بتاعت حد بترتاح له، قلت لها قوليها. قام ردي رفاعي صاحبي اللي وراه كده قال لها لا، خليها عشان تتقفش، خليها حد بترتاح له. يعني رفاعي صاحب الترند. يعني هي انتوا قاصدين الجمله، بس احنا قلنا كده، عملنا شوت كده وشوت كده. يعني كان معانا الاثنين، حد بترتاح له وحد بترتاح له، دي اتقفشت مع الناس. فانت نزلت بقى الاولانيه وعملت بقى ضجه مع الناس. طب قول لي يا وليد، يعني انت كنت بتفكر في ايه وانت بتعمل الفيديوهات دي؟ انا نفسي امثل الصراحه. يعني انت بتعمل الفيديوهات دي قصد ان انت توصل لحلم التمثيل، صح كده؟ انا بحب الاستاذ احمد العوضي قوي 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 قوي، ونفسي اقف قدامه، نفسي. ما احبش حد في الساحه خالص الا الاستاذ احمد العوضي. انت شايف ان انت شاطر في التمثيل؟ يعني الفيديوهات اللي انت بتعملها دي مؤهله ان انت تبقى انت كده ممثل شاطر؟ بص اقول لك، هو المحتوى دوت اللي احنا بنعمله ده كوميدي. انا مش هقول لك برده ان دوت برده محتوى تمثيل اللي عندي. لا، انا عندي اكتر من كده. فالمحتوى دوت اللي هو لقيته جاي مع الناس، انت فاهمه يا استاذه؟ بس هو في عندي اكتر من كده، ان انا من زمان على الكاستات والكلام دوت ومتبهدل يعني، فاهمه؟ يعني مش ساكت على نفسي. طب قولي لي يا نعمه، انت متجوزه ولا مخطوبه ولا مش ولا ايه الحلقه؟ ايه بالظبط؟ مخطوبه. اصل الناس جمعت ارتباطكم بالفيديوهات اللي انتوا بتعملوها مع بعض. ايوه، الناس كتير فجمعوا ان انتوا ممكن تكونوا مرتبطين، متجوزين كده يعني. ايوه، الناس كتير بيفكروني خطيبه وليد، واللي بيفكرني مراته وكده. في ناس كتير بتخش تكلمني على الخاص كده بتقول لي يا مراتك انت بتطلعهاش ليه في اللايف، انت مش عارف ايه. ما لهم، لا، صاحبتي واكتر من اختي. وانت نعم الموضوع جه معاكي صدفه برضو ولا انت كنتي حابه برضو الموضوع انت توصلي حلم التمثيل؟ ايوه. انت بتختصري في الردود، انا مش عايزه افهم. هي نفسها توصل. ايوه. يعني انت حابه تعملي الفيديوهات دي عشان حلم برضو زي وليد كده، حلم التمثيل وتخشي الميديا بقى والحاجات دي؟ كان بيتحال عليا بس انا كنت بفضل اقول لها، بتقول لي لا. جينا بقى في يوم تبت ان انا اخدها. يعني ايه ما عملتش قبل كده فيديوهات لوحدها؟ مش كنت هسالها لسه سؤال انا قطعته، اللي هو اكتر فيديو عمل معاكي مشاهده لوحدك؟ لا، انا اللي دخلتها الميديا. هي ما عملتش قبل كده تيك توك. ما عملتش لوحدي. انا في حياتك ايه؟ حد بترتاح له ولا حد بتفضفض له؟ نعم، انت عندي كل حاجه يا نعم. يعني انت بتقولي جمله جمله ولا الكلام كله ورا بعضه؟ لا، جمله لا جمله جمله, جملة. اه، ما بتعرفيش تحفظي يعني ولا ايه؟ لا بعرف، بس ساعات وساعات في مشاهد بتقولها على طول ومشاهد لا. يعني ممكن مشاهد على طول نعملها اقل من. عارفه ليه؟ عشان انت بتحفظي. عارفه انت لو يعني انت لو حسيتي الموضوع او هتقولوا القصه نفسها، انت ممكن اصلا ترتجلي وتقولي كلام من دماغك عادي، مش لازم يبقى كلام مكتوب او جمله جمله. بقول لك يا نعمه، انا اسال رفاع اخوكي 400 جنيه وسالتك عليه قبل كده اهو. والله انت وهو حرين مع بعضيكوا، ماليش فيه. مالكيش فيه؟ اه يا بنت الحلال، انا جيت لك مره واثنين وثلاثه. روح اعمل له محضر. بس كده هي بتضحكني، عايز اعيش معاها. طب انا برضو مصره ان انتوا تغنوا.
مش هبقى مؤدبة. الناس بتحب البت الصايعة العصبية اللي تعلبها. قوليها. ما فيهاش صايعة. أنا اللي عايزك تقوليها كده. مكسوفة مكسوفة منك، ما أقدرش أستغنى عنك يا ويلا. أنت عندك إخوات، ساكنة فين؟ منين؟ كده يعني. من عين السيرة. عين السيرة. أه. عندك إخوات كده؟ أه بنتي واحدة. وأنت يا ولي؟ عندي خمسة. ما شاء الله. منين ساكن فين برضه؟ عين السيرة برضه، منطقة واحدة. أنا عايز أعرف برضه أنتوا اتقابلتوا إزاي يعني؟ يعني إيه الصدفة؟ يعني أنتوا اتقابلتوا صدفة ولا أنتوا أوريدي عارفين بعض؟ لا إحنا منطقة واحدة. هو أنا عارف نعمة. أختي من زمان وكل حاجة قبل الميديا. لما أنا جيت بقى فاهمة قلت لك كنت رايح أصور فيديو بالصدفة. كانت قاعدة يا بنتي يلا يا بنتي يلا أنا ورفاعي يا بنتي يلا يا بنتي يلا. مش عايزه تقوم، قمنا مقومينها بالعافيه. حتى امها فاهمه فضلت تقول لها قومي قومي البسي، متلبسه العبايه وجت معايا في اول فيديو اللي انا قلت لك عليه. جه كده على غفله كده اللي هو بتاع المعلم هيموت. لو دارت العركه المعلم هيموت. طب قولي يا نعمه، انت بقى الناس دلوقتي عرفتك وكده، لما تمشي في الشارع بتبقى عارفينك وكده بعد الضجه اللي حصلت دي؟ ايوه. عندك بقى في المنطقه ولا بره المنطقه؟ هنا وهنا. يعني في منطقتي وبره منطقتي. الناس بقى بتقول لك ايه بقى لما بتشوفك بقى؟ ايوه يا فنانه. وانت ايه؟ انا ناس كتير ايوه عارفاني، حتى بره المنطقه وجوه المنطقه وكده. الشهره حلوه قوي. جميله طبعا. وببقى قاعده كمان في بيتي والاقي ناس معديه ايوه يا فنانه. هم عشان عارفينك ان انت ساكنه هنا صح؟ جيراني برضو. يعني بيبقوا من المنطقه بس احنا إيه؟ واحنا جايين لحضرتك دلوقتي حد نادى علينا فاهمه؟ يعني الحمد لله من المنطقه بتاعتنا بس ايه، من ورانا من قدامنا في حتت تاني كده. لا ما انتوا فعلا انتوا اتشهرتوا والناس كلها عارفينكوا، دي حقيقه يعني. عارف عارف. انت شايف ان دي حاجه حلوه ولا حاجه ممكن تضرك فيما بعد؟ لا طبعا حلوه. شايف يا استاذه؟ طيب اصل انا عايز اخش التمثيل. حاربت، رحت كاستات ورحت كنت بطلع في مشاهد صغيره. انا طالع مع الاستاذ محمد عادل امام في مشهد فيلم عموم وانا بشيله. ده فعلا؟ فاهم حاجه؟ كان مشهد صغير، نفسي اطلع في دور يعني، نفسي ان انا فاهم امثل قدام الناس. مشهد صامت اتكلمت فيه ولا لا؟ ما اتكلمتش. كان مشهد صغير، فانا بقى ما لقيتش حاجه اخش لها الا التيك توك. طب احكي لي المشهد كده اللي مع الفنان محمد عادل امام. كان مشهد كان هو بيضرب عتريس اللي هو الطويل ده. فقمت انا جيت جنبيه وفضلت اسقف له على اساس انه يروح يضربه تاني يعني. وفي مشهد انا شلته فيه بس هم قصوه فاهمه؟ والله العظيم. فمتحاربين يعني الحمد لله. بس انا بقى ما لقيتش حاجه اسهل من ان انا اخش وهمثل منها ان شاء الله على التيك توك. اقول لكم على حاجه، يعني انا من النادر جدا ان اشوف حد ويلفت نظري. انتوا وشكوا بشوش يعني، اللي هو يعني انا بتفرج ومبسوطه يعني. في 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 ناس كده اشوفها او فيديوهات بشوفها ما بتعلمش معايا او الاقي الموضوع بيضايق. لا انا لما شفت الفيديوهات بتاعتكم انا ما كنتش متضايقه الصراحه يعني. الموضوع في 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 كيمياء بينكم. طب انتوا قادرين توفقوا ده ازاي يعني؟ انا ونعمه من صغرنا مع بعض في المنطقه وكده يعني. انا ونعمه متفقين مع بعض قوي. وانا حتى ما خدتها معاها فيديو قلت له والله العظيم يا نعمه لا خليكي تطلعي ترند في اقل من اسبوعين ثلاثه. فعلا ده اللي حصل. هي عملت معايا بتاع 5 فيديوهات. فيديوهات كلها في حته تانية. انتوا بقالكم قد ايه بداتوا في تصوير الحوار ده؟ بقى لنا شهرين. هي بقى لها معايا شهرين. هي انا لو انت دخلتي على الصفحه هتلاقيني بقالي كتير. عندي صفحه عليها 54,000 كنت عامل عليها برضه محتوى كتير ودي اتقفلت. بس خلي بالك يا وليد، يعني حاجة حلوة يا جماعة ان انتوا بادئين من شهرين ووصلتوا للمرحلة دي وخدتوا الضجة دي والشهرة دي. يعني في ناس تاتش وود، انا مش بحسد والله. لا يعني والله لا. بس في ناس بقالها كتير عشان تركب ترند او ان هي تتشاف او تتعرف. فما شاء الله يعني، عشان كده بقول لكم انتوا فيكم حاجة كده حلوة. ربنا عالم بنا يا استاذة. هي الناس قبلنا. وكمان الناس قبلنا يعني. الناس لما بفتح لايف حتى ما بفتحش كتير، ممكن 10 دقايق واقفل على طول. يفضلوا يطلبوا نعمه مني، احنا عايزين نشوفكم انتوا ما بتنزلوش. صاحبتي سالت عليا قالت لي نعمه، قال لها نعمه نايمه. قالت له زمانها نايمه. قال لها زمانها نايمه وايه بقى وايه مع الملائكه. راحت ضحكه ضحك. طب انت حابب ايه فيما بعد بقى؟ يعني ايه اللي انت بتحلم بيه؟ انتوا وصلتوا لحته حلوه دلوقتي، ايه اللي بعد كده بقى؟ بتفكروا في ايه بعد كده؟ ربنا يكرمنا ويقف معانا وكده. بس كده والله العظيم هو ده اللي احنا عايزينه. عشان تعبانين بجد. تعبانين قوي مع اهالينا فاهمه يعني. هو ده شقه وكده.
فدي الوسيلة اللي هتقدر تظبط لكم الدنيا، صح كده؟ أيوه. ربنا يكرمكم ويصلح حالكم. أنا بحبكم يعني، أنا من قبل ما أقعد معاكم وأنا حباكم، فعشان كده متشرفين إن إحنا معاكم مع بعض. يا بنت السلطان حن على الغلبان، المية في إيديك يا حلوة وأبا عطشان، واديني اديني دقة والمية في أيوه. أنا اتشرفت بيك حبيبتي يا أستاذ، احنا اتشرفنا بيك والله يا أستاذ.